Será que no chão? Chão, chão. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي، قبل نبلش بهذا الفيديو خلونا نوصل هذا الفيديو لل 40,000 لايك. بعرف انكم كفو قد وبنقدر نجيبهم، بس اصدقائي بتمنى من كل اسطوره قاعد بيشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناه، اذا كان مشترك يفعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. وكمان قبل لا نبدا بهذا الفيديو اصدقائي، في عندنا اخر مسابقه واللي هي كانت على الفاير باس يا اصدقائي. طبعا انا حكيت اخر ثلاثه بيضلوا عايشين هم اللي راح يكونوا الفائزين، ومثل ما انتم شايفين بعثت لهم الثلاث طلبات صداقه يا اصدقائي، وهدول اخر ثلاثه ضلوا عايشين. اوكي، بالنهايه اخونا زياد هو اللي جاب البويا يا اصدقائي، بس طبعا هو البويا المركز الاول. في ثلاث جوائز، يعني المركز الاول والثاني والثالث مثل ما انتم شايفين زياد وحمزه ونيكست هم الفائزين. اوكي اصدقائي، في عندنا حساب نيكست الاول يا اصدقائي، رح نشحن له جواهر ونجيب له الفاير باس. اوكي يا اصدقائي، هيك صار عندنا 800 جوهره، رح نروح نجيب له الفاير باس. اوكي طيب، روح طلعني بالحساب. طيب اوكي، اهم شيء وصلوا الجواهر. في عندنا حساب الفائز الثاني واللي هو زياد يا اصدقائي اللي جاب البويا. اوكي، كمان هو رح نشحن له ونجيب له الفاير باس ان شاء الله يا اصدقائي. طبعا في عندنا الفائز الثالث، الفائز الثالث ما شحنا له يا اصدقائي، والسبب انه هو ما قبل طلب الصداقه. طبعا وهذا الشيء مش مشكلتي انا ابدا، يعني انا دائما بحكي اللي بيدخل بيشارك بروم معنا وبيكون فائز وما بيقبل طلب الصداقه فرح تروح عليه الجائزه، وانا بعثت له طلب صداقه وثلاثه مشرفين من كلاني كانوا معي بعثوا له كمان وما قبل ولا طلب صداقه فينا من الاربعه يعني. اوكي، فهو حر يعني، وهذا الشيء مو مشكلتي. اوكي اصدقائي، هيك بتكون انتهت مسابقه الفاير باس. اعمل لكم مسابقه جديده يا اصدقائي كمان لثلاثه اشخاص على الفاير باس، راح احكي عن هاي المسابقه بنهايه الفيديو. للي حاب يشارك فيها تابع الفيديو للنهايه، وبنهايه الفيديو راح احكي عنها. فيديو اليوم يا اصدقائي راح يكون على الموقع الجديد اللي فتح تبع 30,000 جوهره يا اصدقائي. اوكي، هذا هو الموقع يا اصدقائي، ما بعرف ده اكيد شفتوه، يعني اول ما بتفتحوا اللعبه بيطلع قدامكم هذا الموقع. طبعا هذا الموقع ما فيه شيء جديد يا اصدقائي، وكمان ما بده شرح كتير، انه بس يطلعوا لك هدول ثلاث صناديق هدول البكجات تبع الجواهر جنب بعض، فانتوا بتكون فوز جواهر. طبعا بتقدر تفوز لل 30,000 جوهر، يعني حسب الرقم اللي بيكون مكتوب فوق. اذا اجوك الثلاث بكجات جواهر جنب بعض وكان مكتوب 29,000 جوهر فانت فزت بال 29,000 جوهره، اذا كانوا 1000 جوهره فانت راح تاخذ 1000 جوهره. على كل حال يا اصدقائي، الشيء اللي صار معي مثل ما انتم شايفين، لفيت 200 سبن، اكثر من 200 سبن، حرقت يا اصدقائي 8,000 جوهره. اول ما بدات التصوير كان عندي 15,000 وحاليا عندي 7,000، فصرفت يا اصدقائي 8,000 جوهره على هذا الموقع. ولو تعرفوا شو صار بالاخير، الفيديو ما تسجل بعد ما خلصت الفيديو وكل شيء يا اصدقائي، يعني وختمت الفيديو وكل شيء، جيت لاحفظ الفيديو لقيت الفيديو، لقيت التصوير مو شغال، مع اني انا متاكد انه انا كنت مشغل التصوير، بس ما بعرف شو اللي صار، يعني عن جد حظ خايس يا اصدقائي. على كل حال انا صرفت 8,000 جوهره وما اعطوني شيء، يعني ما كان في شيء رهيب بالفيديو، ما اعطوني جواهر، كلها بكجات كانت فاضيه واشياء خايسه يا اصدقائي. اوكي، فقررت انه انا ارجع اكمل اصور الفيديو مرة تانية، وعندنا 7,300 اصدقائي، نحاول كمان نكملهم على 10,000 جوهرة، يعني انا صرفت 8,000، خلونا نصرف كمان 2,300 ونصير صارفين اكثر من 10,000 جوهرة يا اصدقائي. اوكي، خلونا ناخذ اول سبن هلا يا اصدقائي بهذا الفيديو الجديد. يا رب يا اصدقائي، يا رب الفيديو يتسجل. يا ما بعرف شو المشكلة اللي صار. اوكي جوهر، لا طلعنا هذا، شو راح سكنر يا اخي، يا اخي روح حل. اوكي يا اخي، ما بعرف انا شو صاير معي يا اصدقائي، يعني الحظ الخايس مو لحقني باللعبه بس، لحقني كمان على ارض الواقع. اوكي، يعني اصور فيديو كامل 15 دقيقه يا اصدقائي، وبعد ما اختم الفيديو يطلع التصوير مو شغال، يعني انه حظ علي عمر يا ساده، يعني والله العظيم ما بعرف. حظ جولد، حظ جولد، والله حظ جولد، والله حظي جولد. شوفوا شو هاي الرقصات يا اخي. طيب تعالوا ثلاثة مع بعض، ولا لا تيجوا يا اخي، ريحوني، صار لكم الصبح وانتوا تيجوا هيك. اوكي طيب، طبعا هذا الموقع يا اصدقائي بتقدر تربح منه السكن هذا تبع الفايكنج يا اصدقائي، وكمان فيه الشنطاي تبع الفايكنج وفيه الرقصة هاي. طبعا بس انا كلهم عندي اياهم يا اصدقائي، الشنطاي والرقصة وكلهم هذول، فما مستفيد شيء من وجوههم النحس يا اصدقائي، انا بدي بس الجواهر يا اخي، اعطوني ثلاث مرات جواهر جنب بعض وريحوني يا اخي. اوكي والله زعلت على الفيديو يا اصدقائي اللي راح، هاي 10 سبنات، روحوا 10 سبنات 315 جوهره. شوفوا الكلب يا اخي، والله كلب، والله كلب، اسمك كلب، شو اسوي لك يا اخي عني. اوكي شوفوا بكجات ونار يا اخي، اقسم بالله حظي خايس. اوكي علق الموقع، يعني حتى الموقع بيعلق معي، حتى الموقع بيعلق يا اخي، شو اليوم النحس هذا، ما بعرف بطل ينزل لتحت،
شو صار؟ طيب اوكي خلونا نطلع من الموقع اصدقائي ونرجع ندخل، خلونا نشوف يا اخي. ما بعرف اليوم يا اصدقائي، يعني اوكي هو كل يوم الحظ نحس، كل يوم الحظ جولد يا اصدقائي، ولكن اليوم هيك مرتفعة درجة، يعني كيف لما يكون الدمج 2 زايد، انا اليوم عندي نحس 2 زايد. اوكي ما بده يفتح الموقع، يقطع بشكلك يا اخي موقع نحس. اوكي طيب نرجع للموقع مرة ثانية نحاول يا اصدقائي، واذا ما زبط نسكر اللعبة ونرجع نفتحها. اوكي وين تعال يا رب يا اخي افتح وريحني يا اخي، افتح وخذ جواهري وريح. اوكي فتح يا اصدقائي واخيرا. طيب شو بالنسبة للجوائز اللي راحوا علي يعني ولا كيف؟ اوكي يلا اصدقائي راح نكمل، والمشكلة انا ما بلف غير بالدوبل شانس يا اصدقائي، يعني ما باخذ سبنات عادية، كل السبنات اللي باخذها شوفوا بال 350 جوهرة تبع العشر سبنات، يعني كلها تبع الدوبل شانس، بس شوفوا حد خريطة، حد خريطة مش جولد يا اصدقائي، حد يا اخي والله اشتقت للجولد، اقسم بالله اشتقت للجولد يا اصدقائي، ما عاد شفت الجولد، اقسم بالله اشتقت. وين ايامك يا جولد؟ والله اشتقت لايام الجولد يا اخي. بعد ما راح الجولد صاروا يعطوني خريطة، يعني شالوا الجولد مفروض يعطوني شيء احسن، صاروا يعطوني خريطة بداله. اوكي طيب خلونا نشوف اصدقائي اللي بعده. نار يا اخي. طيب اصدقائي طيب انا بعرف حظي، يعني انا خلص قررت انه انا اسكرهم على 10000 جوهرة، عشان مثل ما بيقولوا انه خلص انه اكون يعني 10000 جوهرة صرفت على الموقع واتأكد مليون بالمية انه انا حظي جولد. اوكي طيب جو والله كانت فوق، اقسم بالله كانت فوق، ليش كملتي؟ ليش كمل الباكج تبع الجواهر لفوق؟ اوكي شوفوا نفس الحركه قاعده بتصير معي يا اخي، والله انا متاكد انه يمكن الناس كل لاعبين فري فاير يربحوا 30000 جوهره الا علي عمر، مستحيل ياخذهم، مستحيل يا اصدقائي، مستحيل علي عمر يحصل عليهم، متاكد انه ممكن كل الكره الارضيه حتى اللي ما بيلعبوا فري فاير هيك يصلوا اشعار من لعبه فري فاير يقول له تعال شيل 30000 جوهره، بس الا علي عمر مستحيل ياخذهم. اوكي طيب خريطه يا اخي، خريطه انا ما بستعملها، انا ما بلعب سولو، انا بطلت العب سولو من زمان، من سنين بطلت العب سولو يا اخي. اوكي طيب كمان اوكي طيب راح نكمل يا اصدقائي، راح نشوف شو اخرتها معهم. اوكي طيب هذا السيف. طيب المشكله هذا السيف اعطوني اياه دائم، يعني مكتوب عليه دائم، يعني حتى لو طلع لي انا ما راح استفيد، يعني كاتبين عليه دائم. طبعا اصدقائي اكيد كلكم كاتبين، ما بعرف كثير من الناس بيقولوا لي انا كمان مكتوب عندي دائم، يعني كثير ناس قالوا لي انه دائم 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 عندي يا دائم هذا السيف. اوكي كمان هاي الشنطاي تبع الفايكنج هاي اللي حكيت لكم عليها اصدقائي. اوكي اكتبوا لي تحت بالتعليقات اصدقائي اذا انتم كمان كاتبين عندكم دائم على السيف هذا التوكن، او انا او ما بعرف، يعني بس مجموعه من الناس اللي عندهم، مجموعه من اللاعبين بس اللي عندهم هذا الشيء. اوكي لانه انا كثير اللي بساله بيقول لي انا كمان عندي دائم، وما بعرف يا اصدقائي معقول شركه فري فاير اعطتنا السيف هذا دائم؟ ما بعرف، وايمت اخذناه دائم يعني ما بعرف ايمت، ما بتذكر، بس على كل حال انا يعني كان عندي لمده ما بعرف 1000 يوم يمكن او اكثر من 1000 يوم يا اصدقائي، فدائم ولا مو دائم انا عندي لمده 3 سنين، فمن هون لفري فاير يا اصدقائي تصير ما بعرف ينزل فاير باس الموسم ال2000 وانا عندي يا دائم السيف، فعادي يعني دائم او مش دائم مش فارقه معي. اوكي طيب نار ولا شو؟ لا هذا الشخصية جوزيف يا أخي عندي إياها ماكس، والله عندي المشكلة كل الأشياء اللي موجودة بالموقع أنا عندي إياها يا أصدقائي، كلها اللي موجودة بالموقع أنا عندي إياها وعندي إياها دائما وماني مستفيد شيء، بس الشيء اللي أنا متأمل أخده هو جواهر، يعني تخيلوا يا أصدقائي 35000 جوهرة يا أصدقائي، أوه ماي جاد والله راح أفتح بث مباشر يا أصدقائي 10 ساعات بث مباشر، وما راح أعمل لكل فائز 1000 جوهرة، لكل فائز 5000 جوهرة يا أصدقائي. أوكي لا كل فائز 5000 جوهرة وبعدين نقدر ناخذ 6 فائزين، بس يلا أصدقائي عادي 6000 جوهرة لكل فائز، 5000 جوهرة لكل فائز، مو خسرانين شيء من جيبنا. اوكي هاي الرقصه يا اخي ما بدي ارقص، عندي اياها والله عندي اياها وما بستعملها. اوكي والله كان في باك جوهر طلع لفوق، والله كان في باك جوهر وطلع لفوق، متاكد انا شفته. اوكي طيب كمان هاي الشنطاي تبع الفايكنج والسكن تبع الفايكنج والكلب يا اصدقائي معهم. اوكي طيب الكلب جاي بالنص. طيب باقي يا اصدقائي والله ما بعرف شو اسوي. طيب اصدقائي ما بعرف، ما راح الف اكثر، خلونا ناخذ اخر سبن، ما راح الف اكثر من هيك، خلص يا اصدقائي. اوكي شوفوا بكجات الجوار كيف تطلع لفوق يا اخي، شافوا طلعوا هيك قال اه هذا علي عمر، لا اطلعوا لفوق اطلعوا. اوكي باقي عندي 4976 جوهره،
اوكي والله يا اصدقائي اول ما بدأ التصوير كان عندي 15000 جوهرة، 15000 جوهرة بس الفيديو ما تسجل يا اخي، حظي جولد شو اسوي انا، حظي جولد راحوا 10000 جوهرة اصدقائي على هذا الموقع. اول شيء لما كنت اصور بالبداية صرفت 8000 وقلت خلاص راح اوقف تصوير اوكي، وبعدين بس ما تسجل الفيديو قررت ان انا ارجع اصور مرة تانية واصرف كمان 2000 اوكي، باقي 4956 جوهرة هدول ما راح اصرفهم يا اصدقائي، هدول اتركهم لسكن جديد لانه فيديو بكرة راح يكون على سكن جديد اللي راح ينزل بالدايموند رويال اوكي. وهلا يا اصدقائي في عندنا البطاقات هدول اوكي، هان عند الخمسين سبن، وفي عندنا هان عند الميت سبن يا اصدقائي اوكي، وهاي البطاقات تبع الحاضنة يا اصدقائي على الميتين سبن اوكي. طبعا تقريبا ما بعرف يمكن 500-600 سبن على الموقع وما طلع لي جواهر يا اخي، شو اسوي بحظي انا اوكي. طيب اصدقائي في عندنا هذا سكن اللي حكيت لكم عليه راح ينزل هون يا اصدقائي، باقي له 3 ساعات وينزل ماكينه دايموند رويال، هو سكن للبنت راح يكون ولكن سكن خرافي يا اصدقائي، ان شاء الله بس ينزل بكره فيديو بكره راح يكون على هذا السكن يا اصدقائي، راح نحرق قبل بس خايف ال 5000 جوهر هذول ما يجيبوا لنا سكن، راح نشوف ان شاء الله فيديو بكره يا اصدقائي. طيب في عندنا 3 بطاقات تبع الحاضنه يا اخي، انا الحاضنه والله احلى شيء بهاي اللعبه الحاضنه يا اصدقائي، احلى شيء بهذه اللعبه الحاضنه يا اخي، اقسم بالله حظي فيها خرافي انا الحاضنه هاي اوكي. شوفوا ما بيزعلوني يعني، حتى اذا اعطوني شيء خايس بيعطوني بطاقه لماكينه الاسلحه، بطاقه دايموند رويال اوكي. كملي لعند القناه يا اخي، كنا عم يعني صرنا ساعه بنشكر وبنقول الحاضنه كويسه وهيك اوكي. شوفوا الذهبيه هو كانت يا اصدقائي، والله هاي الحاضنه يا اصدقائي عن جد افضل شيء بلعبه فري فاير هاي، اقسم بالله يا اصدقائي حظي فيها خرافي، هي الشيء الوحيد اللي انا بشهد له بهاي اللعبه، حظي فيها خرافي عن جد يا اصدقائي اوكي. فهذا كان الفيديو لليوم يا اصدقائي، بتمنى انه هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، مع انه انا شخصيا ما نال اعجابي، ولكن يا اصدقائي خلونا نتعاون مع بعض وعادي ونحط لايكات ونوصل الفيديو لل 40000 لايك يا اصدقائي اوكي. طيب اصدقائي المسابقه اللي حكيت عليها، المسابقه الجديده اللي راح تكون على الفاير باس لثلاثه اشخاص يا اصدقائي، المسابقه نفس المسابقه اللي كانت قبل هاي على حسابي على الانستغرام، رابط حسابي على الانستغرام تحت بصندوق الوصف. شروط المسابقه تكون مشترك بالقناه على اليوتيوب وتعمل لي فولو على الانستغرام، والشرط الثالث واللي هو الاهم انه تكون ما بتشحن ابدا او بتشحن ولكن قليل جدا، يعني ادخل على بروفايلك الاقيك شاحن بس فاير باسين، بس 3 فاير باسات راح اعتبرك فائز، اذا لقيتك شاحن اكثر من 3 فاير باسات فما راح فائز وما راح اعطيك الجائزه اوكي. فهي الثلاث شروط يا اصدقائي، بعد 5 ايام يا اصدقائي ان شاء الله على حسابي على الانستغرام راح ارجع اعمل لكم روم، قبل ما اعمل هذا الروم يا اصدقائي بخمس ساعات او بست ساعات راح انزل لكم ستوري واعطيكم موعد، راح اقول لكم بعد 5 ساعات او بعد 6 ساعات في روم يا اصدقائي، وفي الموعد اللي انا محدده بنزل لكم ستوري فيه الاي دي وكلمه السر تبع الروم. طبعا لازم تكونوا سريعين من اول الناس اللي تشوف ستوري عشان تقدروا تشاركوا بالروم. بعد ما يمتلى الروم يا اصدقائي راح نقول جو، واللعب راح يكون على البويا، المركز الاول والثاني والثالث، المراكز الثلاثه الاولى هم اللي بيكونوا الفائزين، لكل فائز فيهم راح اشحن له جواهر واجيب له الفاير باس باذن الله يا اصدقائي. فهي المسابقه جديده يا اصدقائي، نفس المسابقه اللي كانت قبلها، اذا كنتوا حابين تشاركوا فيها فمره ثانيه رابط حسابي على الانستغرام تحت بصندوق الوصف والديسكريبشن بوكس. وصايا اصدقائي لهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كان معكم علي عمار واشوفكم ان شاء الله على خير.